داخل المكتبة العامة في أربيل أقيمت أول حملة لتوعية الأطفال. حضر مؤتمر إعلان الحملة العديد من الشخصيات بهدف توعية الأطفال بأهمية قراءة الكتب والتثقيف من مختلف الجوانب والمجالات. الحملة هي لتوعية الأطفال بأهمية القراءة وتعليمهم أن التثقيف من مختلف المجالات والجوانب ليس له علاقة بالمدرسة فقط، فحتى بعد التخرج من المدرسة من الضروري مواصلة القراءة، لأن العلم هو الطريق الأساسي لنجاح الإنسان في حياته على الصعيد العملي والاجتماعي أيضا. شارك في الحملة نحو 70 طالبا من كلا الجنسين قادمين من مختلف المدارس الحكومية والأهلية، ولم تكن الفرحة تخفى على وجوههم بهذه الحملة. هذا الكامبين واحد من الأنشطة اسمه أطفالنا الأحبة اقرأوا. نريد من طريق هذا الكامبين أنه نعلن ونقول لكل الأطفال الأحبة أنه القراءة شيء أساسي ومهم. أنا كطبيب أخصائي الأطفال أريد أنشر للمجتمع عامة أنه القراءة ما عدا الناحية الثقافية والناحية التربوية بها فوائد صحية، يعني الفوائد تقريبا ما يحصى، خاصة القراءة تساعد الدماغ والخلايا بالدماغ وتحافظ الطالب لو القارئ من بعض الأمراض المزمنة والبعض الأمراض اللي يصير وقت نهاية العمر. فعن طريق هذا الكامبين نعلن أنه القراءة ضروري لكل طفل ولكل طالب، خاصة يوميا خلال 15 دقيقة لو ساعة أقل أكثر حسب قدرة الطالب وحسب قدرة القارئ، ونشجع كل العوائل أنه يركزون على القراءة اللي شيء بسيط وكل واحد يقدر يساعد أنه يقرأ فكتاب بسيط. تضمنت الحملة العديد من النشاطات والمسابقات الفكرية، إضافة إلى توزيع كثير من الكتب على الطلاب المشاركين. ومن المقرر توسيع هذه الحملة لتشمل مدارس أكثر في مدينة أربيل. لبرنامج صباح دجلة، علي زيتو، أربيل.